السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. I'm so sorry، أنا آسف جدا لتوقفي الفترة اللي فاتت دي، بس والله كانت لظروف طارئة فعلا. وأنا بصراحة very thankful for all of you، متشكر جدا وممتن جدا 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 لكل الكومنتس الجميلة قوي اللي نزلت وبوعدكم. بصراحه الكومنتس دي يا جماعه ده تريجرد مي، دي اصلا موتيفيتد مي سو ماتش، دي اللي خلتني وحفزتني جامد قوي ان انا ابدا بعزيمه اكبر واصرار اقوى، وان انا اخلص ان شاء الله all of the tasks، كل المناهج باذن الله. هكمل مع سنه رابعه دلوقتي عشان الطلب عليها جامد قوي، مش ناسي رابعه وخمسه وسته واول اعدادي ان شاء الله باذن الله. Every day I'm going to send a video باذن الله رب العالمين. نبدا هنا دلوقتي primary 4 وهنكمل معانا English zone. بس على فكرة مش English zone بس، لا ده كل المناهج بتاعت المدارس اللغات اللي بتخص موضوع الجرامر، الكويستشن تاج. كويستشن تاج Unit 1 moving in lesson D. عندي هنا at first we are going to pronounce the vocab for you. هننطق الكلمات لحضراتكم. Hair color, hair color. Eye color, eye color. Next door, next door. Beginning أو beginner. The same age يعني نفس الايه العمر. Show, show. Neighborhood, neighborhood. Neighborhood يعني جار. في neighbor يعني جار. Neighborhood يعني في الجوار أو الحي. Soon, soon يعني قريبا. في عندي all دي في abbreviations، في اختصارات مهمة قوي لازم اخلي بالي منها، بس الابريفيشنز دي بتبقى universal يعني كلنا متعرفين عليها. بشوف مثلا في الطرق عامة اختصار لكلمة road بتبقى all دي. If you travel any country abroad، لو سافرت في اي بلد برا بتلاقي حرف ال all دي. All دي that is a short form for road. okay. في عندي curly hair، blonde hair. كوين، كوين اللي هي الفضة العملة المعدنية اسمها كوين. في حاجات بقى متعلقة بحاجة اسمها punctuations اللي هو الترقيم، full stop اللي هي النقطة، question mark علامة استفهام، comma and exclamation mark. exclamation mark دي علامة تعب. okay. ده بالنسبة للفوكاب. الفوكاب طبعا يا جماعة is very very easy. okay. دلوقتي هنخش على حاجة تانية اللي هو الجرامر نوتس، ودرس الجرامر النهاردة is talking about the question tag. the question tag يعني ايه question tags؟ question tag is used to emphasize the meaning. يعني emphasize كلام كبير قوي ده، عشان يعني question tag بستخدمه عشان أأكد على المعلومة. تمام؟ The question tag is a small question، يعني سؤال صغير. Added to the end of the sentence، بيضاف لآخر الجملة. The question tag is preceded by comma، لازم يكون قبليه comma اللي هي دي. And ended by a question mark، وآخره question mark. عايز أعمل question tag يبقى في الأول هعمل comma، في الآخر هعمل question mark. تمام كده؟ منساش البونكتويشن ده مهم قوي، so important. طب هنشتغل how to form a tag question. خلي بالنا السنتنس بتبقى موجودة هنا، بعد كده بجيب حاجة اسمها الhelping verb plus subject pronoun. بس هو ده that's all. ايه ده؟ خلي بالنا ادي الكما وادي الquestion tag، سوري هذه question mark. عشان اعمل question tag بجيب just two words، كلمتين بيتلخصوا في ال helping verb والsubject pronoun. لسه حاسس ان الموضوع تقيل، على فكره it's very 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 easy. ال helping verbs اللي انا عارفها verb to be، am، is، are، was، were. verb to do، do، does، did. في عندي بقى will، would، shall، should، can، could، may، might. هم دول ال helping verbs. مش هخش في verb to have دلوقتي عشان لسه ما خدناش ال present perfect. تمام؟ نكمل بقى. بيقول لي هنا ال helping verb، في حاجة مهمة قوي عشان أجيب ال helping verb، أجيب is or isn't، are or aren't، was or wasn't.
ايه ده؟ ده في حاجة هنا related to the negation, the negative, النفي. بصوا if the sentence is positive, لو الجملة مثبتة the helping verb will be negative. يبقى الهيلبينج فيرب هيبقى نيجاتيف. يعني لو لقيت عندي في السنتنس هنا is دي افيرماتيف دي بوزيتيف، لما اعمل كويستشن تاج is هتبقى isn't، لو لقيت are هتبقى aren't، لو لقيت am هتبقى ملهاش كويستشن تاج. معايا؟ مفيش جمله عندي، وهنعرف بعد كده ليه. لو لقيت was هتبقى wasn't، لو لقيت where هتبقى weren't. اوكي طيب، يبقى انا دلوقتي لو عرفت ان الهيلبينج فيرب في البوزيتيف الهيلبينج فيرب ويل بي نيجاتيف، هيتحول هيبقى نفي. مثال بسيط قوي that is old، عايز اعمل question tag. انا طبعا فاكر ان انا بعمل كوما وفي الاخر question mark. اول حاجه اعملها هنا لما اشتغل فين الهيلبينج فيرب؟ عندي is، is هتبقى isn't كده. تمام، جبت الهيلبينج فيرب. اوكي في عندي السبجكت بروناون، السبجكت عندي هنا ديد، ما ينفعش احط ديد، اشيل ديد احط مكانه ايه؟ من السبجكت بروناون. يعني ايه السبجكت بروناون؟ يعني اشيله واحط مكانه هي شي ات وي يو اور ذي، احط ايه مكانه؟ طبعا ديد هيبقى ميل، اشيله احط مكانه هي. تاني that is old، عايز اعمل question tag is هتبقى isn't، السبجكت عندي that هحط pronoun هتبقى he. طب لو mom هتبقى she، طب لو علي هتبقى he، طب لو plural، plural يعني ايه؟ يعني جمع، زي children هتبقى they، تبقى ايه؟ they. يبقى هنا بيقول لي if the sentence is negative the helping verb will be positive. ايه ده؟ لو كان نيجاتيف احوله بوزيتيف. ازاي؟ عندي الجمله الاولى dad is old، old isn't he. طب dad isn't old، انا جبت النيجاتيف مش كده؟ لما اجي اعمل question tag هشيل النيجاتيف هيبقى بوزيتيف، بدل isn't هتبقى is، والسبجكت pronoun بدل dad هتبقى he. That's right. في حاجة تانية، ندى can't swim، ندى can't swim في helping verb اللي هو can، صح؟ بس هنا negative هيبقى positive، بدل can't هتبقى can. اوكي السبجكت pronoun عندي ندى، بشيل ندى واحط مكانها she. That's right. هو ده اللي انا بقصده بالسبجكت pronoun، I he she it we you they، لازم واحدة من السبع ضمائر دول يا جماعة يبقوا موجودين معايا في آخر الكويستشن تاج. تمام كده؟ العملية بقت سهلة قوي. تعالوا هنا بيقول لي subject pronoun the right pronoun must be used in the tag، لازم استخدم الضمير الصح في الكويستشن تاج. عندي أميليا، بصوا يا جماعة أميليا is a young girl. تمام؟ عايز أعمل question tag is هتبقى isn't. إيميليا بقى مش دي أصلا فيميل، مش اسم بنت، بشيلها وحط مكانها she. That's right. أنا هكبر دلوقتي عشان الناس إيه تخلي بالها. عادل was late last night، فين الهيلبينج فيرب؟ was، was هتبقى wasn't، البوزيتيف بيبقى نيجاتيف. عادل بشيلها وحط مكانها he، هتبقى wasn't إيه he. سارة and كلارا، الاثنين يا جماعة بقى plural مش كده؟ بقوا جمع، سارة and كلارا aren't at home، فين بقى الـ helping verb؟ عندي aren't، aren't هتبقى are. سارة and كلارا مش دي plural؟ اي plural بشيله وحط مكانه they replaced by they، هتبقى are they. اخر حاجة عندي the children are at school في helping verb، ايه هو؟ are changed into aren't، هتشيل the children هحط pronoun اللي هو they. it is okay. تمام، نيجي نخش على مرحله تانية، question tags in the present، present simple، present simple. خلي بالنا هنيجي دلوقتي المشكله لو ما لقيتش ال helping verb بعمل ايه. بصوا عندي we use the helping verb do or does لما يكون في present،
بص يا جماعة, Jack eats his lunch. Eats his lunch. There is no helping verb. مفيش helping verb عشان أشيله. يبقى لازم دلوقتي you have to look for do or does. ده في present. معايا؟ في حرف الاس, يبقى الhelping verb هيبقى does. طب أحط does or doesn't؟ هيبقى doesn't. يبقى doesn't. بدل Jack بحط مكانه he. That's right. ما فهمتش. بص الجملة التانية, the students come late. مفيش helping verb. هجيب من do or does. تمام؟ عندي هنا come. الverb هنا مش متضاف له أي حاجة. يبقى الhelping verb هيبقى do. طب أحط do or don't. طبعا هتبقى don't. أهي هتبقى don't. بدل the students هتبقى they. ليه حطيت they؟ قال لي عشان ده plural. plural يعني جمع. بص السنتنس اللي بعدها, she doesn't like pizza. she doesn't like pizza. ايه ده؟ ده الهيلبينج فيرب موجود هنا. اه خلاص عندي doesn't مش كده؟ يبقى اشيل دلوقتي النيجاتيف وهتبقى does she. is right. اخر سنتنس, children love chocolate. children love chocolate. عندي هنا مفيش helping verb. مفيش helping verb. اجيب do or does. طب هنا اجيب do or does. هجيب do. do هتنزل do ولا don't؟ طبعا هتنزل don't. بحط النيجاتيف عشان مفيش هنا نيجاتيف. يبقى don't. وبدل children, children ده plural. هتبقى they. تبقى ايه؟ they. اوكي؟ خلي بالنا في النقطة التانية, verb to have in the take. stop. action. خلي بالنا من verb to have in the tag. ناس كتيرة بتغلط فيها. Nancy has two kids. Nancy has two kids. has هنا مفيش بعدها verb. يبقى مفيش helping verb. مش كده؟ يبقى دور على helping verb. do or does. مش has دي يا جماعة في present واخرها اس, بجيب الhelping verb هيبقى does. تنزل does ولا doesn't؟ doesn't. مكان نانسي بحط ايه؟ she. طب بص للسكند سنتنس, نانسي has got two kids. ايه ده؟ has بعدها يا جماعة post participle, يعني تصريف تالي. يبقى اكيد has هي الhelping verb اللي انا قلت عليه ده present perfect. مش كده؟ has هتنزل تبقى hasn't. بدل نانسي هتبقى she. في حاجة تانية, they have a new car. they have a new car. مفيش helping verb. تمام؟ لأن have بعدها noun followed by noun. يبقى هي دي المين verb. have هنا معناها يمتلك أو يملك, possess يعني. they have a new car. مفيش helping verb. يبقى do or does. هحط طبعا do. لو question tag هتبقى don't. don't they. اللي بعده, they have bought a new car. they have bought a new car. have بعدها post participle مش كده؟ لما يكون بعدها تصريف تالت post participle يبقى have هي الhelping verb. have هتنزل هتبقى haven't. haven't they. خلي بالنا عندي number two, has got. has بعدها post participle, بعدها تصريف تالت, بعدها verb, يبقى هي دي الhelping verb. has هتبقى hasn't. اشمعنى has هنا ما بقتش hasn't؟ اصل has هنا معناها يمتلك مش main verb. معايا؟ has هنا بعدها noun, يبقى هي المين فيرب. اوكي؟ هتبقى doesn't. have هنا بعدها noun تبقى don't. have هنا followed by past participle يبقى haven't. يبقى ايه؟ haven't. هنا بقت helping verb. اوكي؟ دلوقتي جيت بقى على third stage, المرحلة الثالثة, وهي ايه؟ custom tags in the past. في ال past simple خلي بالنا, they traveled. ال past دايما بيبقى ال verb plus d ed or ied. the past, they traveled, ده في ال past اخره ed مش كده؟ او بجيب التصريف التاني. عندي they traveled last week. هنا بقى ينفع اجيب do or does؟ ما هنا ما عنديش helping verb. لو عندي helping verb بينزل. يعني بص number two, they didn't get up early. في helping verb ولا لا؟ اه did.
عندي didn't تنزل تبقى did. Did they. طب خليني في نمبر 1. They traveled last week. عندي traveled هنا في الباست عشان اخرها ed, يبقى الهيلبنج فيرب هيبقى ايه؟ طبعا مش هيبقى do or does, ده في الباست لازم يجيب الهيلبنج فيرب did. اوكي تنزل تبقى didn't they. Didn't they. Look at number 3. نورا rode a bike. Rode. عندي rode a bike. Rode دي في الباست. في الباست ليه؟ دي الباست بتاع رايد. معايا؟ طالما في الباست هجيب الهيلبنج فيرب هيبقى did. تنزل تبقى didn't. Didn't ايه؟ Didn't she. ليه قلت she؟ مكان نورا اللي هو subject pronoun. My dad was ill. انا عندي was موجودة ولا لا؟ was دي في الباست اصلا بس الهيلبنج فيرب عندي موجود. انا عارف اللي هو verb to be am is are was where موجود, بيقول انا موجود اهو was. تمام was هتبقى wasn't, بدل my dad هتبقى he. Students were busy. Where موجود الهيلبنج فيرب؟ رغم ان التنس هنا في الباست معايا بس الهيلبنج فيرب هنا ظاهر قدامي اللي هو where هتبقى weren't, بدل students هتبقى they. لكن خلي بالنا في number 1 they traveled هنا في الباست بس ما فيش helping verb يبقى didn't. هنا number 5 students were busy. Where ده في الباست بس موجود ال helping verb. تمام كده. Look here, rewrite the following sentences using words in brackets. خلاص stop كده ما تقولش الحتة دي بقى والنبي. يعني ايه اول ما خلص كده يا محمد and weren't they خلاص. اوكي دلوقتي يا جماعه عندي بقى الاكسرسايزز. write the suitable question tag. Your father is an engineer. انا جايب mixed بقى حاجات ايه مختلطه بقى. فين الهيلبنج فيرب عندي اللي هو is. is هتبقى isn't. تمام. Your father ده مش one مذكر بشيله وحط مكانه subject pronoun I أو he أو she أو it هتبقى he, يبقى isn't he. Look at number 2. Helen is from America. Helen is from America. سوري هجيب الفن تاني. Helen is from America. في helping verb عندي اللي هو إيه؟ is. Is هتبقى إيه؟ isn't. عندي هيلين السبجكت مش كده, احط البرونون بتاع هيلين هتبقى شي. هتبقى ايه؟ شي. اندي isn't tall في helping verb اللي هو isn't. isn't ده في النيجاتيف هيطلع هيبقى is, بدل اندي تبقى هي ده اسم ايه؟ بوي. My mother helps the poor. على فكرة the poor يعني الفقراء. poor يعني فقير. لما اقول the poor يعني الفقراء. rich يعني غني. the rich يعني الاغنياء. my mother helps the poor. مفيش helping verb مش كده, بس ده في present في عندي s, يبقى ال helping verb هجيب واحد من do or does. طبعا s هنا هجيب ايه؟ does. does هتنزل هتبقى doesn't. هتبقى ايه؟ doesn't. والسبجكت عندي بدل my mother تبقى she. That's right. بصوا number 5. Sandy doesn't have sisters. في helping verb موجود عندي اللي هو ايه؟ does. doesn't هتحول هتبقى does. ليه جبتها هنا في البوزيتيف؟ قال عشان في نيجاتيف هيتحول هيبقى positive. does ايه؟ فين السبجكت pronoun بدل Sandy تبقى she. Dad can drive a car. فين الهيلبنج فيرب؟ موجود اللي هو can. can هتبقى can't. That's right. السبجكت pronoun بدل dad هتبقى he. Bravo. تخيلي بقت سهلة دلوقتي. It is cold today. عندي الهيلبنج فيرب موجود اللي هو is. ايه ده؟ is the helping verb. على طول هيبقى isn't. والسبجكت pronoun it موجودة خلاص هشيلها زي ما هي مش هغيرها. تبص نمبر 8 فكروا معايا فيها كويس قوي. My brother went to school. My brother went. فين الهيلبنج فيرب؟ مفيش. went دي في الباست. اذا في الباست على طول الهيلبنج فيرب هيبقى did. did هتنزل تبقى didn't. تبقى ايه؟ didn't.
didn't بدل my brother the subjective pronoun مش هنا مذكر هتبقى he didn't he she isn't a doctor ال helping verb عندي موجود اللي هو isn't isn't هتبقى is والسبجكت pronoun she number 10 they have a dog خلي بالنا بقى they have a dog في present مفيش helping verb have مفيش بعدها verb معايا have هنا يعني يمتلك يبقى مفيش helping verb يبقى يجيب do or does هنا have يبقى helping verb هتبقى do do هتحول هتبقى don't don't they متهيألي يا جماعة كده ال question tag I hope it becomes easier now thank you and goodbye على فكرة I'm really eager for your comments أي comment يا جماعة أي حد محتاج أي حاجة على فكرة أنا بسعد جدا 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 بالآراء والمقترحات اللي أنا بقراها thank you and goodbye إن شاء الله we meet you next time goodbye